أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة أوتوكاد. في هذه المحاضرة راح نبدأ بنبذة مبسطة جدا عن برنامج أوتوكاد، وطبعا راح نشرح الواجهة الأساسية لهذا البرنامج مع أحد أوامر الرسم المهمة جدا والشائعة اللي هو الأمر لاين، وراح ناخذ مثال بسيط على هذا الأمر. في البداية، برنامج أوتوكاد هو من أشهر البرامج اللي مختص في الرسم الهندسي. طبعا الرسم الهندسي بكافة أنواعه، سواء كان الميكانيكي، المعماري، المدني، الإنشائي، وحتى الرسم الكهربائي والجغرافي اللي هو الجيولوجي، ورسومات متعددة، وأيضا يستخدم في الزخارف وقضايا أخرى عديدة. طبعا برنامج أوتوكاد تابع لشركة أوتوديسك الشهيرة، وهو توأم وأخ لبرنامج 3D SMAX اللي هو مختص بالأنيميشن والنمذجة. طبعا برنامج أوتوكاد متعدد المهام مثل ما نوهنا، ويوجد منه نسخ عديدة، إصدارات عديدة لبرنامج الأوتوكاد. طبعا يوجد أوتوكاد 2000 ويصعد 2002 و4 و5 و10، وطبعا نسخ جديدة ب 2017 و18، وممكن لحد وصل لحد 2020. طيب طبعا أنا في هذه النسخة استخدم نسخة أوتوكاد 2016، وفي الغالب النسخ يعني متشابهة فيما بعضها، يعني ما عدا هنالك مميزات ممكن نستغني عنها إذا ما متوفر عندنا نسخة حديثة. يعني أيا كان النسخة عندك 2010 2020 لا بس، كل هذه النسخ تشتغل، ولكن أنصح أنه ما تكون أقل من 2010. ليش؟ حتى نضمن وجود الرايبونز أو التاب هذه الموجودة. هذه التاب تم إضافتها بنسخة 2010 فما فوق. طبعا بعد ما نفتح برنامج أوتوكاد ممكن تطلع لنا نوافذ خاصة بالتيتوريالز تعليم، ونوافذ خاصة بالتيبس بعض النقاط المهمة ممكن نتخطاها. راح تظهر عندنا هذه النافذة، بالأعلى هنا عندنا شريط اسمه Quick Access، وطبعا هذه اللي هي علامة الأي اللي هي أيكون خاصة بالأوتوكاد. عندما أضغط عليها راح تظهر لي مجموعة من النوافذ، من ضمن هذه النوافذ هي نافذة New، وطبعا نافذة Open أكيد. نافذة New اللي هي تفتح لنا صفحة أو ورقة عمل جديدة. نافذة Open نقدر من خلالها نفتح ملفات سابقة تم إنشائها بالبرنامج. بما أنه أنا فتحت البرنامج جديد راح أضغط على New. طبعا في الغالب نختار ICAD ISO WT ومن ثم Open. راح تظهر لنا النافذة بهذا الشكل اللي هو اللون الشهير، اللون الأسود. طبعا نقدر احنا نغير هذا اللون، ونقدر نتحكم بشكل كامل بالبرنامج، ولكن أنا أنصح باللون الأسود لعدة أسباب. السبب الأول هو مريح للعين، والسبب الثاني هو راح يزيد لي من كمية الشحن، لأن اللون الأبيض يصرف طاقة كثير عند الاستخدام، والمعروف أن برنامج أوتوكاد يعني ساعات العمل عليه طويلة. لو كان هذا اللون هو أبيض بالتالي الشحن راح يقل بنسبة كبيرة، وأيضا مثل ما نوهنا غير مريح للعين. طبعا عندنا أنا بالأعلى مجموعة من الأوامر اللي هي حفظ وطباعة، وطبعا New وOpen، وهنا أنا عندي مجموعة من القوائم اللي هي قائمة Annotate وView وManage، ومجموعة من القوائم، وأشهر هذه القوائم هي قائمة هوم. قائمة هوم تحتوي على مجموعة خانات درو، موديفاي، وعندنا annotation، layers، block، properties، group، utility، ومجموعة أخرى أيضا من القوائم. جيد، بالأسفل عندنا هنا لوحة الرسم اللي هي الجزء المهم بالبرنامج اللي من خلاله راح نقدر نرسم الرسومات الهندسية. هنا عندنا الكوموند لاين، مربع أو شريط الأوامر، أيضا مهم جدا في بعض الأوامر راح نحتاجه، وراح نقدر نتخاطب ويا البرنامج من خلال هذا الشريط. جيد، عندنا بالأسفل هنا أدوات الأوسناب والجريد، أيضا راح نشرحها إن شاء الله بالمحاضرات القادمة. جيد،
طبعا عندنا هنا هوم مقسمه الى draw اللي هي اوامر الرسم، ثاني مجموعه من الادوات، وعندنا هنا modify اللي هي اوامر التعديل. طبعا هذه المجموعه مهمه جدا وراح نركز عليها بمحاضره او محاضرات عديده حتى نقدر نفهمها بشكل كامل. عندنا هنا من ضمن الاوامر المهمه اللي هي line و polyline، وعندنا circle و arc، وايضا عندنا ريكتانجل، وعندنا طبعا اليبس. طيب اللاين هو الخط، عندما اخلي الماوس على العلامه او علامه اللاين راح يظهر لي شرح مبسط اللي هو اللاين، وطبعا يظهر لي مثل ما نلاحظ انه رسم مبسط لهذه الاداه، اي انه من خلال هذه الاداه نقدر نرسم خطوط، وهذه الخطوط عاده تكون بين نقطتين او ثلاثه وهكذا. جيد، حتى اقدر ارسم خط اضغط كليك على الامر لاين، طبعا راح يتحول الماوس الى خطين وراح يطلب من عندي انه ارسم النقطه الاولى للخط. طبعا هنا specify first point، ارسم النقطه الاولى، راح اضغط كليك، هذه هي النقطه الاولى، وطبعا راح يطلب من عندي specify next point، حدد النقطه التاليه، راح اضغط كليك حتى ارسم النقطة التالية. طبعا اصبح عندي بين نقطتين خط اول، وهكذا ابدي ارسم خطوط بالامر لاين. طبعا الامر لاين من اهم الاوامر واللي راح نتعلم كيفية استخدامه وتوظيفه بالخطوط بشكل متكامل. طيب عندما انا رسمت مجموعة من الخطوط وحبيت انهي الامر، اضغط انتر يا اما كليك ايمن كلوز، يا اما اضغط انتر من الكيبورد، بالتالي راح يتم انهاء الامر لاين. طيب عندنا نانا لاين وعندنا بولي لاين. الامر لاين هو يرسم لي خطوط متقطعه، مثل ما نلاحظ هذا خط وهذا الخط الثاني الخط الثالث وهكذا، مجموعه من الخطوط، هذه الخطوط راح يتم رسمها من خلال الامر لاين. اما الامر بولي لاين راح يرسم لي خطوط مستمرة متصلة مع بعضها. أضغط انتر، إذا ألاحظ هذا الخط عندما أحدده يتحدد قطعة واحدة، هذا الخط لا يتحدد واحدة، وبالتالي أقدر أحدد بقية الحدود من خلال كليكات بالماوس. ليش؟ لأن هذه متصلة مع بعض، هذه منفصلة مع بعض. البولي لاين يرسم لي خطوط متصلة، واللاين يرسم لي خطوط منفصلة. جيد، حتى أمسح هذه الخطوط احددهن، طبعا التحديد عندي اما تحديد يكون من اليمين الى اليسار ومن اليسار الى اليمين، او ممكن اضغط كنترول اي من الكيبورد. طبعا حتى امسح هذه الخطوط اما اضغط ديليت من الكيبورد، او اجي الى الامر ريزر اللي هو مسح، هذه علامه المساحه راح يمسح لي الخطوط الموجوده. طيب طبعا الاوتوكاد بسيط جدا ويعني سهل وسلس، فقط يحتاج شويه تركيز، وبالتالي راح يكون البرنامج سهل جدا. طبعا راح ناخذ مثال توضيحي وتطبيقي على الامر لاين، ايضا راح نفهم الامر لاين بشكل اوسع، وايضا راح ندخل باجواء الرسم الهندسي بالمحاضره الاولى. طبعا انا احب انه بالمحاضرات الاولى ندخل دايركت بالاجواء التطبيقيه حتى نفهم انه هذه الاوامر وين راح نستخدمها، وبنفس الوقت انه راح يصير عندنا شجاعه انه نرسم بالمحاضرات القادمه. يعني باول محاضره نقدر نرسم لوحه هندسيه، بالمحاضره الخامسه راح نقدر نرسم اقوى لوحه هندسيه ان شاء الله. جيد، طبعا اكو بعض الملاحظات قبل ما نبدا بالرسم التطبيقي، لابد انه نوضع مقياس الرسم. مقياس الرسم مهم جدا. طبعا اذا اجي هنا على علامة الاوتوكاد او الكويك اكسس، اجي الى drawing utilities ومن ثم units اللي هو وحدات القياس او الرسم، راح تظهر لي هذه النافذة. طبعا هنا عندنا التايب اللي هو النظام الرسم، راح نخلي decimal، وطبعا عندنا هنا بالاسفل عندنا يونت سكيل، طبعا عندنا هنا وحدات القياس، وطبعا هذه وحدات القياس نختارها على حسب نوع الرسم. اذا كان الرسم معماري او انشائي او مدني ضروري انه نختار مترز، طبعا هذا هو المترز، واذا كان الرسم ميكانيكي او رسم اخر نختار سنتيمتر. جيد، ومن ثم نضغط على اوكي.
إذا أجي هنا على الأمر لاين وأضغط كليك وأخلي الماوس إلى اليمين وأكتب مثلا 5 سنتيمتر من الكيبورد ومن ثم أضغط على إنتر ومن ثم إنتر. ألاحظ أن البرنامج راح يرسم لي خط، ولكن هذا الخط بشكل صغير جدا حتى أكبره من خلال الرولة اللي هي بالماوس، الرولة الخاصة بالماوس أكبر، بالتالي راح يكون مقياس الرسم جيد ممتاز. الآن عندنا هذه اللوحة، طبعا هذه لوحة هندسية جدا سهلة وجدا بسيطة راح نرسمها، وأيضا راح تكون هي واجب المحاضرة الأولى رسم هذه اللوحة. جيد، راح نبين هذه اللوحة شنو هي. طبعا نجي إلى مثلا الرسم، هذه اللوحة تبدأ بهذا الخط، طبعا ممكن نختار سايز كبير، ممكن هذا السايز. عندنا مثلا هذا الخط، راح تبدأ بهذا الخط. طبعا هذا الخط مقاسه هو 20، راح يكون 20 سنتيمتر، وطبعا هذا الخط يرتفع إلى الأعلى، هذا الخط اللي هو بالأعلى مقاسه 50، هذا هنا مقاسه 50. عندنا خط إلى اليمين مقاسه 20، خط إلى الأعلى مقاسه شقد 40، هذا هنا مطينا إياه، وخط إلى اليمين مقاسه 70، إلى الأسفل مقاسه 20، إلى اليمين خط آخر 40، وإلى الأسفل 60، ومن ثم خط إلى اليسار 30، و30 أيضا إلى الأعلى وإلى اليسار 60، وعندنا هنا 20 هذا الخط، و20 هذا الخط، و20 هذا الخط، وبالتالي راح تكتمل اللوحة. ممتاز، راح نرسم هذه الرسمة، رسمة بسيطة جدا، ولكن ممكن بعض الأشخاص يعني جديدين على البرنامج وجديدين على الرسم الهندسي ممكن شوية يعانون، ولكن هي بسيطة جدا جدا، فقط تعيد المحاضرة أو تعيد هذه الرسمة على البرنامج مرة مرتين راح تكون جدا سهلة. جيد، نبدي على بركة الله. طبعا راح أرسم أنا الخطوط. طبعا بإمكانك تبدأ من اليمين، بإمكانك تبدأ من اليسار، بالنقطة اللي يعجبك تبدأ بها. أنا راح أبدأ من هنا، راح أرسم 20 50 ب20. جيد، فأجي إلى اللاين وراح أضغط هنا كليك، وبس أخلي الماوس إلى اليسار، راح يطلب من عندي أحدد طول الخط، طبعا راح يكون 20، وراح أصعد إلى اليسار راح يكون 50. جيد، طبعا أصغر بالرولة وحتى أحرك أبقى ضاغط على الرولة وأتحكم بالرسمة. جيد، فإذا رسمت 20 ب50 راح أرسم 20 ب40 ب70. جيد، أروح على اللاين مرة ثانية، أضغط كليك هنا وأتقدم 20 وراح أصعد 40 وراح أمشي إلى اليمين 70 ومن ثم أوكي أو إنتر من الكيبورد. جيد، رسمت هذا الجزء، طبعا هذا كله رسمته، هذا رسمته. جيد، راح ننزل 20 ونمشي 40 وننزل 60. جيد، راح ننزل 20، طبعا آسف، ننزل نخلي الماوس بشكل مستقيم 20، وراح نمشي 40 وراح ننزل 60، راح أضغط إنتر حتى أتأكد من القياسات. جيد، فإذا 20 ب40 ب60، ممتاز. بعدها راح أرسم خط 30 ب30 ب60. جيد، طبعا راح أرسم خط 30 ب30 ومن ثم ب60، أروح على اللاين وطبعا راح أمشي، طبعا احدد انه تراجع اسكيب، راح اخلي الماوس يكون مستقيم وراح اكتب 30، راح اصعد 30، ممتاز، وراح امشي 60 ومن ثم اوكي. طبعا كملنا 30 ب30 ب60 وقعدنا 20 ب20 ب20 وينتهي الرسم. جيد، طبعا نجي الى الامر لاين، راح انزل 20 وراح امشي 20 وراح اجي انزل الى الاسفل
20 راح ألاحظ أنه هذه الرسمة تمت بنجاح، والحمد لله رسمة بسيطة جدا وهي مشابهة لهذه الرسمة اللي هي باللون الأحمر. طبعا هذه الأبعاد راح نتعلم بالمحاضرة القادمة شلون راح نضيفها وشلون نتعامل وياها ونغير ألوانها وأحجامها وبكامل تفاصيلها. طبعا هذه الرسمة راح نعتبرها واجب المحاضرة الأولى. طبعا بعد ما تكمل هذه الرسمة تلتقط صورة يا أما بالموبايل يا أما سكرين بالحاسبة، وطبعا تنشر هذه الرسمة بالمكان المخصص بالواجب اللي راح إن شاء الله نبينه برابط هذه المحاضرة. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.